استقبلت محافظات الجمهورية شاحنات قوافل الخير استعدادا لتوزيعها على المواطنين الأكثر احتياجا ضمن حملة المليون كرتونة والتي أطلقتها مؤسسة حياة كريمة. يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لتخفيف العبء عن المواطنين. النهارده علشان بنطلق قافلة وصل الخير عبارة عن مليون كرتونة رمضان هنوزعها على أهالينا في كل محافظات الجمهورية المستحقين والأكثر احتياجا عن طريق عناصر الرصد الميداني بكل المحافظات. قدرنا نتابع ونرصد كل الأسر الأكثر احتياجا وكل المواطنين المحتاجين. العناصر بتوعنا موجودين في كل مكان في مصر. طبعا احنا عندنا قاعدة متواجدة على الأرض من لحظة بداية المؤسسة، زملائنا موجودين في كل حتة ميدانيا في كل المحافظات، وده طبعا بيكون بالتعاون مع الجهات التنفيذية المتواجدة في جميع المحافظات، وبيتم التنسيق معاهم برضو في لو حدث أي مشكلة. نتوجه إلى القرى والنجوع بناء على البيانات المتواجدة في القرى ونتوجه ليهم مباشرة، نقدر إن احنا نوزعها مباشرة. وطبعا ده أي مواطن متواجد سواء في الصعيد أو أهالينا اللي موجودين في المحافظات. في عندنا شركاء من كل مراكز وقرى ومحافظات التابعة للمرحلة الأولى أو المرحلة الثانية إن شاء الله هيبدأ تنفيذها في مبادرة سيادة الرئيس حياة كريمة. إحنا كمان بنستهدف إن إحنا نكون الدور القيادي أو الدور الفاعل الأساسي اللي بيشد معاه باقي جمعيات العمل المدني. مؤسسة حياة كريمة ما يميزها أي عمل تطوعي بيتم على الأرض بنلاقي طبعا جميع الشباب متواجدة ومتكاتفة عشان نقدر إن إحنا نوصل الحاجة المستحقة. مبادرة سيادة الرئيس مبادرة حياة كريمة اللي بيتم تقسيمها لثلاث مراحل، احنا بنستهدف نوصل ل 57 مليون مواطن مصري هم سكان القرى والمراكز الأكثر احتياجا. مؤسسة حياة كريمة من المؤسسات كمان اللي دلوقتي يعني دوليا لها مكان عالية، وانا اتوقع ان شاء الله في على مدار المدى القريب ان احنا نبقى من افضل المبادرات اللي موجوده في العالم كله، لان احنا بنحقق اهم اهداف التنميه المستدامه على الارض.